يعني ما تضقش. الله الواد عبد الرحمن ده واد كويد، يكتب الكود ويعمل له شير على النت والناس كلها تاخده. هو الشابتر بيتكلم عن كده. طبعا يا جماعه الشابتر ما بيتكلمش كده على حاجه، دي كانت مسحه خفيفه. الشابتر بيتكلم ازاي اقدر اعمل انهيرتنس او وراثه من بلوك بقى، من فورما، من ايتم، من اي حاجه. خلاص يا جماعه من اي حاجه. ايوه بيقول لك benefits of reusable objects and code، ميزه ان انا اعيد استعمال او استعمل الكود والاوبجكت اكتر من مره. increase productivity يعني بيزيد الانتاج. طبعا وحشه كلمه بتزيد الانتاج دي، فكرنا بحاجات ثانيه. انما لا، بتزيد الانتاج يعني بتعمل فورم اكتر. خلاص. ديكريز مينتيننس، بتقلل وقت صيانه. مش كل شويه تفتح تفتح الكيسه وتشوف الهارد، لا مش كل شويه تفتح الفورمه وتكتب كود. يا لهوي نسيت سيمي كولون، الحق يا باشمهندس باين، الحق ده كابتن وسمول ما حطيناش الجافا، لا ده الزرار ما عملناهوش مش عارف ايه. لا طب ما انا بقى لو انا عامل الفورمه عندي ثابته زي ما انت خدتها كده، حضرتك هتاخدها معاك في البيت وكل ما تعوزها في اي حته تعمل لها انهرت او كوبي. خلاص. انكريز موديولاريتي، يعني ايه موديولاريتي؟ والله الموديولاريتي يعني انا اصمم في اي حته واخد، لا دي هتزيد بقى الممزجه. مينتين ستاندردز، يعني ايه مينتين ستاندردز؟ قلنا ان اي حد فيكم في المشروع ان شاء الله هيعملوا فورمة كده تم فيها كل حاجة، الألوان والخط والكلام ده كله. أو أي حد فيكم يفتح الفورمة دي، يفتح التم بفوق ويقول له انهرت منها، يجيب منها كل المواصفات اللي أنتوا عايزينها. هنشوفه دلوقتي هنشوفه. امبروف ابلكيشن برفورمانس، بتزيد طبعا السرعة بتاع الابلكيشن. احنا قلنا ممكن اشد تريجر واحطه في تريجر، بس يعني ايه سب كلاس؟ يعني اورس، يعني قبل ما تشتغل روح بص شوف اللي فوق اللي انت بتورس منه موجود ولا لا. طب كوبي كوبي يعني انسخ واحد زي، مالكش دعوه باللي فوق. نشوف دلوقتي الحاجات دي هنعملها ازاي، والبروبرتي كلاس هنعملها سوا برضو، والاوبجكت جروب هنعملها. افتكروا الاسامي الحاجات دي، والاوبجكت لايبراري برضه هنعملها. يبقى اوبجكت جروب اوبجكت لايبراري سمارت كلاس بي ال اس ام لايبراري رايتنج كود فور لايبراريز كرييتنج بروجرام يونت، دي شفناها قبل كده في مكانتنا بروسيجر. اتاتش لايبراري دايلوج بوكس، شوفوا دلوقتي برضه ده معناه ايه. كولز اند سيرش سمري ريتنج سمري، لا لا الحته الاخيره دي هتشوفوها كله هتشوفوها. طب هي فين البروبرتي كلاس؟ فين البروبرتي كلاس يا جماعه؟ هي دي؟ هي دي؟ الكاريت واحده؟ لسه ما انا ما شرحتش حاجه. المفروض ان احنا هنشوفها بعينيك دلوقتي. كاريت بروبرتي كلاس اسمها ايه؟ وبعدين ايه عملنا بيها ايه دي؟ نعم على طول بلا عمل اثنين، مش عايز اثنين، انا عايز واحد بس.
لا لا ده انا بقعد فيها البروبرتي بس دي واحده كمان اهي شايف اخويا فيها ايه ما زعلتش يعني فيها كل اللي تتخيله تعالوا نحط فيها مثلا ايه اللاين ويتس مثلا اللاين ويتس تعالوا نعمله من 1 ل 72 انش تعالوا نعمله 5 خلاص ونضيف واحده كمان عايز نعمل اوديو شانلز طبعا مفيش اوبسليت دي يا جماعه يعني مش شغال يعني انا بعمل الفنس بروبرتي بالك كده الباك جراوند كارر اللي انا عايزها وتديها بقى لاي حد تعالوا نجيب اللون الغبي ده لا بس دي مش بقى مش فيجوال لا ده دي بقى كل اللي تتخيله طب والله احنا عملنا عالي دي عايزين بقى نروح للبلوقه دي نقول له ايه ده اسم الفورم ايه اللي حصل يا جماعه شايفين بقى عليه علامه ايه اقعد بقى يا جماعه بصوا حطوا فيها اللي انتوا عايزينه كل اللي تتخيلوه واللي ما تتخيلوش فيه والايتم بياخد اللي عايزه منها ياخد اللي يعني لا كلها لا لا مش يعني في بروبابيلتيز انا هعملها تنفع في الكانفاس لكن ما ينفعش في التكست تايتل لما اجي احددها التكست تايتل هاخد اللي بتاعته هو بياخدها كلها اه يبقى انت تعمل بروبابيلتي كلاس للايتم بروبابيلتي كلاس للبلوك وخلاص على كده يبقى في ايرور لو في حاجه هنا ما ينفعش يا جزقها انا هعمل بروبابيلتي في البلوك ورحت قلت الايتم خد منها تعال انا فهمت انت عايز تعمل ايه احط فيها كل حاجه انا عايزها سواء الكانفاس سواء البلوك سواء التكست ايتم وبحس كل واحد يروح ياخد اللي عايزه يعني بالنسبه لك ولا دي تبقى خاصه بمين؟ بالبكت نعم يعني ايه بلت لا يعني انا بتهيالي الحاجات اللي مش هتشتغل معاه مش ايوه يعني هو مش هيحس بيها بتهيالي يبقى انا اعمل فيها كل حاجه سواء بتهيالي سواء للبلوك ممكن بتهيالي بتهيالي هي خد كلهم ياخدوها اه خلي بالكم انتوا لما بتغير السؤال اللي هرد عليه اهو انت لما بتغير في البروبرتي كلاس اوتوماتيك ده بيحس وبياخد التغييرات انت قصدك عليه؟ بعد كده يعني عايز تغيري في الايتم نفسه؟ غيري ومش هيورث اه ما انا يعني لا لا عايزه مثلا تخليه ايه؟ الحاجه اللي غيرتها الجاستيفيكيشن عايزه تخليه سنتر الا لو شلت السب كلاس انفورميشن طب ومثلا اللون غير اللون كده عايز اغير في البروبرتي كلاس نغير اللون ونشوف ايه اللي هيحصل يعني مثلا ما تغير يا ابني اللون من نفسه ايه اللي هيحصل غير يا بابا اهو يا حبيبي اهو اهو هعمل لكم ايه بس طيب ما ايه علاقه الدب ده اعمله كرومبي حاضر يا حبيبي اهو انا عارف بقى ده يطلع زي ما يطلع بتخشوا في تفاصيل انتوا الكود تعالى بص في تريجر اهو بس انا عايز اخد التريجرز اللي تحتيه ده
بيتهيألي عبد الرحمن الحاجات الفيزيكال بس شكله. الكود هنعملها دلوقتي، الكود هنعملها في البي ال لايبراري. لا دي حاجات، دي حاجات فيزيكال. خلاص يا جماعه، حاجات فيزيكال. ادي البروبرتي كلوز، كلام جميل. طيب دي خلصنا منها. ايه دي يا جماعه؟ دي تعالوا ناخد الاوبجكت جروب الاول. ايه الاوبجكت جروب دي؟ احط فيها بلوك كامل يعني؟ ما ينفعش احط فيها ايتم؟ لا 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 صح. عايز يقول لك ان الاوبجكت جروب اقل حاجه تشيلها ايه؟ اقل حاجه تشيلها بلوك. طب ينفع احط فيها تريجر؟ يعني لا انا شلت سديت تريجر حطيته اهو. يا عم اهو البلوك اهو. اهو. ايه عزيته ده بقى؟ قال لك الاوبجكت جروب ده لو عندك خمس ست فورم هينضوا على بعض وهتعمله. وعايز تحط في حاجات كتير قوي مشتركه بينهم. تحطهم في ايه؟ في جروب. والله يا عم انا عايز اخد ده، بص كده احطه في الفورمه اللي فوق دي. دي فيها نيو فورم انستنس، طب عايزين واحده ما فيهاش، شيل ده. خلاص عايز اخد ده كده. بلاش. طب بلاش، عندي فكره حلوه قوي. لا لا اصل انا خدت حاجه تاني، هوريك دلوقتي هنعمل ايه. هناخده كله عشان احنا شغالين هنا. هناخد الاوبجكت جروب ده كله نحط فيه كده ونعمل فورمه فاضيه. فاضيه ايوه. والله ينور عليك. وخليني بس الدنيا كده. واخد دي شدها تحت كده. صوص النادي المصري. ما عملناش سيف. لا 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 معلش، هو ليه حق، هو ليه حق، لازم تعمل له سيف يا جماعه الاول للفورمه. وتعمل ده كده كومبايل. خلاص على كده. وبعد كده اشد الراجل ابن الحلال ده. ايه اللي حصل؟ راح رمى كل حاجه مكانها في خطوه واحده. عرفت يا احمد؟ بس يا ترى الاوبجكت رماها برضه. دي مثلا ممكن تستخدمها في فتره معينه اللي هي محتاج اكبر فيها، بس احطهم هنا 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 كلهم مع بعض لغايه لما نشوف. هي دي الطريقه اللي بعملها. بص يا جماعه انا قفلت الفورمه الرئيسيه اهي، ودول موجودين، ده اللي انت بتقوله اهو. انا قفلت الفورمه الرئيسيه صح؟ مفيش كانفاس. لا انا ما خدتش كانفاس. لو اوريك الجروب ده فيه كانفاس اهو. صار كلاس هيروح يبص عليه، هو بيروح يبص عليها على الهارد دلوقتي. كوبي بقى يعني براحتك، كوبي بقى تاخد نسخه منه خلاص. شوف حاجة كمان. شوف دي يا جماعة الفورمة بتاعت الصورة والكلام الفاضي ده. ماشي هو عارفها خلاص. مش خد الأوبجكت جروب هنا؟ لو فتحتهم أهو.
ده الكلام ده لو في 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 اي تي، انما ده اوبجكت جروب. حاسس ان الكوبي خده يعني اصلا الموش ده في حاجه بقى اروع من كده يا جماعه. طب افرض انا عايز سؤال كده ظريف، والله انا عايز اعمل اوبجكت جروب دي واحط فيها كانفاس، تعال نجيب الكانفاس مفيش اي مشكله. طب عايز احط فيها فورمه، عايز كده امشي معايا حاجه كده افتحها تقوم رميالي كل الحاجات في الفورمه ازاي؟ اولا دي قلنا الاوبجكت جروب دي لازم تعمل فورمه وتفتحها عشان يرمي فيها الكلام ده كله. طب ده الاوبجكت جروب، ايه الاوبجكت اللي هيبرد ده يا جماعه؟ ده مصيبه ده، ايه ده؟ طيب تعالوا نجرب كده، نحط تريجر، نحط بلوك، نحط كانفاس، نحط ويندو، نحط ايه تاني؟ هات الاوبجكت جروب. احنا ممكن برضو اريح لنا نجيب الاوبجكت جروب كلها ونحطها هنا، بس هي دي لا لا ما هي كده خلاص انت هتصد ليه؟ فاش. طيب هسأل سؤال، لا هسيبها لا كومبايل، اقول له سيف. دي بقى فيها ميزه خطيره جدا دي يا جماعه، بتتسيف لوحدها. هو انا اقدر اسيف اوبجكت جروب ولا ده بيبقى جوه الفورمه؟ الاوبجكت جروب. طب ده ايه لازمته؟ طب انا عايز اخد حاجه كده معايا اروح في اي حته ارمي كده ترمي لي كل حاجه. قال لك تعمل ايه حضرتك؟ قالوا بقى نقفل الكلام ده كله. خلاص واعمل فورمه فاضيه واروح اقول له ايه؟ اولا هطلع لك ملف امتداده ايه؟ او ال بي اهو. خلاص تعالوا نفتح كده وتعالوا نشد ده كوبي وصل كلاس مش هتفرق. ايه ده يا جماعه؟ يا نهار ابيض بقى دي المشروع بتاعنا كله ممكن يبقى حته الملف الفاضي ده؟ تخيلوا بقى الاوبجكت لايبراري دي كان فيها حاجه خطيره قوي كده وانا زيكم عايز اوبجكت لايبراري، كنت ما اعرفش ان بيتحط فيها اوبجكت جروب، فكنت بحط فيها ايه ايتمز وكانفاس، وما اجي اعمل فورمه بقى اقعد اشد ايه الكانفاس احطه، لغايه ما شفت الويب يوتيل كانت بتشرح لنا كده نظري، لقيت اورك العام الاوبجكت لايبراري تشدها كده تملى لك الفورمه كلها. يا جماعه ما بتشيلش فورمه، اجي احط فيها فورمه ما بتتشالش. فين وفين طبعا اللي انتوا بتاخدوها على الجاهز دي وعلى السهل، عرفت ان هي بتحط فيها ايه؟ بيجمع الحاجات كلها في اوبجكت جروب، وبعد كده ياخد اوبجكت جروب يحطها فين؟ في الاوبجكت لايبراري، وياخدها معاه في اي حته. دي كده تاخدها معاك في اي حته، ولو حد فتحها مش هيفهم فيها ايه الا اللي عنده اوراكل واللي فاهم. خلاص؟ يبقى دي احسن من الاوبجكت جروب، الاوبجكت جروب انت فاتح الفورمه. لو الاوبجكت لايبراري خدها معاك في اي حته. لا مش هيفرق ليه؟ بس مضغوط طبعا ومجمع لك حاجات مع بعض ومخفي لك الكود و الى اخره. يبقى احنا خدنا حاجه اسمها اوبجكت جروب، حاجه اسمها اوبجكت لايبراري، وحاجه اسمها ايه؟ بروبرتي كلاس. وخدنا حاجه في الاول خالص ما فيش اتريبيوت. حد عنده اي سؤال في دول؟ ان شاء الله دي بقى. نعم. مالها حسن. هي الحاجات اللي تبعها بتاخدها. الباقي بلوك ياخده، لو عملته البلوك ياخده.
احنا عملنا كده اهو الراجل ما زعلش جربناها. طب ايه دي يا جماعه دي؟ مين واقف عليها؟ مكتبه اكواد. تصدقوا انا ما كنتش عارف ايه دي؟ النبي تعالى نحط فيها ايه؟ شوف دلوقتي سنتين المفروض ده ما يقبلش مسلك ما يعرفهاش. عارفها والله كويس. المهم هنعمل ايه دي يا جماعه؟ نعمل لها كومباين وسيفها. دي جميله جدا برضه. شوفوا دلوقتي فايدتها ايه. خلاص؟ وهشيلها من هنا. بروسيجر بيعمل بس شلتها خلاص. اجي هنا اعمل ايه؟ بص يا جماعه طالع امتداد ايه؟ يعني اي كود هتكتبه محدش هيشوفه. اوبي تاتش ريس. ايه اللي نزل هنا بقى؟ طب يا عم علي ده جواه ايه؟ حد عارف؟ جواه ايه طيب؟ لا يعني الكود اللي جواه فين؟ نعم مش باعتين فيه اي برامج. كم تأتيش لازم اللايبراري تكريت البي ال اكس. طب هنشوف الكريت ولا لا. الكريت لازم توقف عليها وتعمل كومبايل يا جماعه. انا ما عملتلهاش كومبايل. لازم اوقف عليها هي كده واعمل كومبايل عشان تروح تكريت البي ال اكس اللي هي بتفهمه. ايه البي ال اكس؟ اللي هو زي الاف ام اكس. خلاص؟ لا بي ال اكس بس هو كده شغال. شفت كنترول تي. كانت البي ال اكس المفروض تشتغل. شيلها. هي الناس نايمة؟ مفيش حد صاحي خالص أصلا.
ينفعش هي بتنده لها الواحد لو بي ان اكسكيوتابل انا حاطط الظبط مش اتاتش اللي هي كده لازم تشتغل لا 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 مش قادر يعمل لها اتاتش مش قادر الراجل ما بيقول لك بس يا جماعه كود ايه ده بي ال ال اللي بتسايب على العرض هو البي ال ال يقدر يرجعه ويشوف هو جواه ايه فكرك انت كده لو عنده فورمز تفتح البي ال ال اه شغاله وعيانه ومجرد اخد اهو عم تلاقي اتاتش فين ده اهو هو ده اهو عايز تعدل فيه بقى صح عايز تزود في البروسيجر ده تقوم عامل كالاتي تقول له ايه اوبن مش اتاتش ها لا 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 ويبيتل ايه انا فرحت الويبيتل متتخضوش يا جماعه متتخضوش هو ده عملت له اوبن صح يلا يا سيدي بقى زود اللي عايز ازوده فورمز ايه يا جدعان ده الكلاينت ده عنده فورمز بلاش 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 هلا انا شاكك ان هو ده السبب بس هات حبيبي هات حبيبي بيعملوا في مناخيرك وانت مش حاسس يعني ايه اوبجكت جروب اقل حاجه بتشيلها ايه اقل حاجه بتشيلها الاوبجكت جروب بلوك طب وانا لو عايز منها حاجه لازم تبقى فورما لا ينفع اسيبها لبره طب يعني ايه اوبجكت لايبرري يعني احط فيها فورما شيل كل حاجه طيب ينفع سيفها لوحدها وافتح واعمل كل اللي انا عايزه واخد منها طيب ايه البي ال اس كلها يا بلدي شيل كل حاجه كل حاجه تريجرز لوحدها دي لازم في الفورما لا الاثنين بيشيلوا كود يا ابني الفاليديت ده مش كود تريجر شد يا عبد الرحمن ما هو انا فاكرك عايز تشيل كود لوحده بروسيجر لوحده
مش ده تريجر اهو ان تخيل ده انفاليديت الايتم صح؟ ما هو يا عم اهو اهو الغبي ده يا عم تعال ايه التريجر يتشال على وين نيو فورمال انستنس مثلا اصل ما دام التريجر ده اه بس انا عارفه مش عايز اشيله ليه هقول لكم ليه عشان تحت ايتم انما انت يا عم عبد الرحمن لو شلت ده كله كده وحطيته هنا خلاص هتلاقي الراجل ده البلوك ده نازل بكل الحاجات دي بما فيها التريجر بما فيها التريجر اما تيجي تاخد تعمل فورمه جديده كده دقيقه واحده انت هتعيط عايز بالونه عايز بالونه عايز بالونه زم والله انا قاعد مع ناس يا ابني اصبر يخرب بيتك انتوا ايه ده ما قلتليش اجيب التريجر منين اه ايه اللي غلط غلط عشان ما فيش علي مش هقول لك بقى عملت ايه انت مش شفتها حط برج قلنا اقل حاجه يشيلها بلوك طب ولو شالها يا رحمن يا ابني احنا مش قلنا اقل حاجه بتشيلها بلوك يا ابني انا مش قلت اقل حاجه بتشيلها بلوك التريجرز اللي اعلى من البلوك وانت طالع تاخدها زي ما هي اقل من البلوك وانت لازم يعني وين فاليديت الايتم وين نيو ايتم اي حاجه فيها ايتم مش هتاخدها عشان كده الراجل يعني كان متلخبط وقال لك مش هتاخد التريجر على مستوى الفورمال اخدته ليه؟ لان ده اعلى من مستوى الايتم حسبي الله ونعم الوكيل